السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي، عدت لكم من جديد مع التحولات النووية. وفي ملخص فقط، تحتاجونه لحل كل التمارين وستجدون فيه كل ما تحتاجونه، علما أنني سأضيف ورق على شكل ورقة تجدونها في صندوق الوصف، تجدون الرابط في مجموعة الثرية للعلوم الفيزيائية. إذا تجدون الملخص في الثرية للعلوم الفيزيائية، والرابط هو موجود في صندوق الوصف. أبنائي بناتي، في هذا الدرس اللي هو التحولات النووية عندنا ثلاث أنشطة. أول نشاط، أولا النشاط الإشعاعي. النشاط الإشعاعي قلت فهو ملخص فقط، تجدون فيه كل ما تحتاجونه. النشاط الإشعاعي، مش كيف النشاط الإشعاعي، عندنا كل نواة أم، تبعوا معايا مباشرة. عندنا النواة الغير مستقرة، النواة غير مستقرة هي نواة أم تتفكك، نواة أم تتفكك لتعطي نواة بنت أكثر استقرارا منها، مع تحرير جسيمات بيتا موان بيتا بلس وألفا. أكرر، تجدون كل ما أقوله في صندوق الوصف. هذه نواة الأم، نفرض هي نواة أم إكس أ زد. عندي ثلاث أنواع من النشاط، عندي تصدر إلكترون زائد نواة بنت أ وزد زائد واحد، عندي نواة أم إكس أ زد تصدر بيتا بلس زائد إيكغيك أ زاد ناقص واحد، وعندي نواة أم إكس أ زد تعطينا هيليوم كادو زائد إيكغيك أ زاد، هنا نقصوا ربعة وهنا نقصوا اثنين. فهذه التفككات ألفا بيتا موان وبيتا بلس، عندنا الإلكترون هو الذي يعرف ببيتا موان، البوزيتون يعرف ببيتا بلس، والهيليوم يعرف بألفا. فنقول أن الإلكترون اللي هو نسميه إلكترون بيتا موان، وكتاه يشرى هذا؟ يشرى لما تكون النواة تاعنا عندها فائض من النيترونات، تسمى ان اكبر من زاد. واش دير؟ تحول نيترون الى بروتون فينشأ الكترون، تقوم بطرحه. هذا فيما يخص المعادلة الاولى. المعادلة الثانية عندنا فيها بوزيتون، صفر زائد واحد اللي هو بوزيتون. البوزيتون ما هو؟ هو البيتا بلس. وقتا يشرى البوزيتون هذا؟ يشرى لما تكون زاد أكبر من أن، معناها فائض من البروتونات، ثم البروتون يتحول إلى نيترون زائد بوزيتون هكذا. ثم عندنا في الأخير ألفا. ما هو ألفا؟ ألفا هي نواة هيليوم اللي هي اش او 4. فنواة الهيليوم هذه لما تشرى تشرى للنواة الثقيلة، معناها هذه راهي ثقيلة عندها فائض من النيترونات ومن البروتونات. عندنا لهنا واش يشرى؟ مباشرة الأم تطرح هيليوم زائد نواة بنت أ ناقص 4 وزاد ناقص 2. فهذه هي الأنشطة الثلاثة اللي عندنا. فلو مثلا في التمرين يقول لنا أن نواة البنت تنتج في حالة مطارة، رايحين نزيدو لهم جاما. جاما، لكن جاما هذا ما نزيدوش إلا إذا قال لي نواة بنت في حالة مثارة، نروح نديرو نضيف جاما. كون ما يقوليش بلي نواة البنت في حالة مثارة ما نضيفش جاما. هادو كيف نكتبو المعادلات؟ المعادلات يجب دوما تحقق قانوني أسودي، يجب تحقق قانوني سودي. كيف يتحققوا؟ عندنا قانوني سودي، ما هما قانوني سودي؟ هما الانحفاض أ وانحفاض زد. ما معنى ذلك؟ معناها مجموع أ تساوي مجموع أ إي، ومجموع زد تساوي مجموع زد إي. فلو نقول مثلا يورانيوم 235 92
يعطيني هيليوم 4 2 ندير الانحفاض 235. شوفوا كيفاه نقرا 235 تساوي 4 زائد أ، إذا أ هو 231، ثم 92 تساوي 2 زائد زاد، إذا زاد هي 90، نكتبو هنا 231 90 وهي نواة الثوريوم هكذا. فهذه هي أو هذا هو النشاط الإشعاعي. بعد ذلك يجينا مخطط شجري. ما هو مخطط شجري؟ مخطط شجري هو مخطط بهذا الشكل، زاد ان، فيه خط الاستقرار وفيه وادي الاستقرار. هذا نسميه خط الاستقرار، بينما هذا نسميه وادي الاستقرار. لما يطرح عليك سؤال يقول لك أين تنطبق الأنوية المستقرة، تقول له تنطبق على وادي الاستقرار أو خط الاستقرار. بماذا يتميز كل واحد؟ خط الاستقرار يتميز باللي زاد تاعو أقل أو تساوي 20، والزاد تاعو تساوي أن، معناها هنا نتوقفوا في 20 وهنا نتوقفوا في 20 متساويين. إذا كانت هذه 10 هذه 10، كل نواة موجودة هنا هي نواة مستقرة هكذا. بينما وادي الاستقرار فهو محصور بين 20 و82، والآن عزاد تقريبا 1.5. كل الأنوية تحقق لي هذه هي أنوية مستقرة، فهو محصور بين 20 و80، والآن عزاد تساوي بالتقريب 1.5. بقاو لي 3 مناطق، منطقة فوق، منطقة تحت، ومنطقة أعلى. منطقة فوق تتميز أنها تمد بيتا موان، منطقة تحت بيتا بلوس، منطقة أعلى ألفا. فالنواة اللي موجودة هنا عندها أن أكبر من زاد، واللي موجودة هنا عندها زاد أكبر من أن، واللي موجودة هنا هي أنوية ثقيلة. اللي عندها بيتا موان تهبط للواد هكذا، واللي عندها بيتا بلوس تروح هكذا، والألفا تروح هكذا. واضحة الفكرة؟ حتى تستقر النواة. فالنواة تاعنا بيتا موان تنقص في النيترون وتزيد في البروتون، نقص واحد من وتزيد واحد من، بينما البيتا بلوس ينقص في البروتون ويزيد في النيترون. كي نقول ينقص قد زاد هكذا، كي نمشي هكذا تسمى ناقص واحد، والنيترون هكذا كي نمشي هكذا زايد واحد. بينما الالفا تنقص زوج في النيترون وزوج في البروتون، وهذا هو وادي الاستقرار وخط الاستقرار ومخطط شجري بصفة عامة. هذا في كل ما يخص النشاط الإشعاعي. أما فيما يخص التناقص الإشعاعي اللي هو ثانيا التناقص الإشعاعي. التناقص الإشعاعي أبنائي بناتي هو عنده علاقة بالقوانين أو بالعلاقات التي تتحكم في الظاهرة. كيف ذلك؟ لازم نعرفوا بلي ان زيرو هو رمز الأنوية الابتدائية، معناها نواة الأم اللي هي غير مستقرة، نواة أم غير مستقرة. بينما ان تي هو الأنوية المتبقية، الأنوية المتبقية عند تي. بينما دلتا ان تي اللي يقدروا يرمزوا لها ان فتحة تي هي الأنوية المتفككة، الأنوية المتفككة عند تي. إذا لما تكون عندي 1000 نواة
وفي مده زمنيه ولات عندي 700، معناها شحال تفكك؟ تفكوا 300. كيفاه لقينا؟ لقينا 1000 ناقص 700، معناها عندي قانون واش يقول لي؟ يقول لي باللي ان زيرو هو عباره عن الانويه المتفككه زائد الانويه المتبقيه. هذا ابتدائي، هذا متفكك، وهذا متبقي. فالانويه الابتدائيه تساوي المتفككه زائد المتبقيه، وهذا هو القانون اللي نبداو نخدمو به. بحيث انه في كي نجي ندرس عندي متبقي وعندي متفكك. اللي مراجع مليح درس الاغشي ودرس الاغال راح يلاحظ باللي الفرق هنا بين الدرس هذا والدروس السابقه، انه مثلا في درس الاغشي نقول عندي شحن وتفريغ، في الدرس هذا نقول عندي متبقي ومتفكك، معناها الانويه تتبقى وانويه تتفكك. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ عندي بالشكل هذا، عندي بلاحظوا الدرس ملخص، عندي كل ما هو متبقي وكل ما هو متفكك. اول حاجه قبل ما ندير المتبقي وقبل ما ندير المتفكك، عندي العلاقات المشتركه، عندي ان زيرو هو دلتا ان تي زائد ان تي، وكاين اللي نحي الدلتا هذا خلاص ويحط فتحه، فهذا يسمى اعيد ابتدائي، هذا يسمى متفكك، وهذا يسمى متبقي. فعندي لما يكون عندنا عدد الأنوية ان تحسب بكمية المادة في عدد أفوغادرو، تحسب بالكتلة على الكتلة المولية في عدد أفوغادرو، وتساوي أ على لندا. أ على ماذا؟ على لندا. ما هو لندا؟ لندا هو احتمال تفكك. لما نطبقوا القانون هذا لازم يكون لندا هذا بوحدة سكوند موان زان. لماذا؟ لأن تحليل الكودي تاع لندا هو واحد على تي، هو مقلوب زمن. أبنائي هذا ملخص لحفظ العلاقات، من يبحث عن الدرس يجده في الفيديوهات الأخرى مشروح بشكل جيد وممتاز. هذا راه مجرد ملخص. فعندي كي تكون هذه ان زيرو، هذه ان زيرو، هذه ام زيرو، كي تكون هذه ان تي، هذه ان تي، هذه ام تي، وهذه ا تي، كي تكون هذه متفكك متفكك متفكك، معناها هذا قانون عام يطبق. عندي كذلك تي ان دومي هو ال ان دو على لوندا، وهو طو ال ان دو، حيث لوندا هي مقلوب طو بالشكل هذا. اعيد، هذا مجرد ملخص، تجدون الدرس مشروح بشكل جيد في بقية الفيديوهات والتي سأضع لكم الرابط في نهاية هذا الفيديو. عندي قانون التناقص الإشعاعي يخص الأنوية المتبقية، فهو ان تي تساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي. لو نكونوا بالكتلة نقولوا ان تي ان زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي، كون نعودو بكمية المادة ان زيرو اكسبونونسيال ناقص لوندا تي. وقانون النشاط الإشعاعي هو ا تي تساوي ا زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي. فهذه القوانين كلها تخص المتبقي، عدد أنويات، كتلة، كمية مادة ونشاط. هنا تلاحظوا باللي عندي اللوندا والتي، والإكسبو هو مقدار دون وحدة، معناها اللوندا والتي لازم يكونوا بنفس الوحدة. هنا لا يشترط الوحدة تاع اللوندا، وإنما يشترط فقط أن يكونوا كيف كيف حتى تحدث عملية اختزال، لأن هذا العدد هو مجرد إكسبو. بينما هنا لازم تكون سكوند موانزا. فهذا كل قوانين اللي تخص المتبقي، ومن هنا كل القوانين اللي تخص المتفكك. ان فتحة تي في واحد ناقص اكسبونونسيال موان لوندا تي، ام فتحة تي هي ام زيرو في واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص لوندا تي، وان فتحة تي
هي ان زيرو في واحد ناقص اكسبونونسيال مو لوندا تي. فاذا لقيتو سؤال يحكي على متبقي طبقوا العلاقات لهذوك، واذا لقيتوه يحكي على متفكك طبقوا العلاقات اللي من هنا. لكن اذا عطاوكم ازمنه في متبقي طبقوا العلاقات هذه، اذا عطاوكم ازمنه في المتفكك طبقوا العلاقات هذه، اذا ما عطاوكمش ازمنه اروحوا لهذو اللي في النص، هذه ولا هذه. وهذا العلاقه اللي تربط لك تي ان دومي ان ان دو لوندا الى غير ذلك، والبرهان موجود في بقيه الفيديوهات لانه اعيد هذا مجرد وصف. لما نرسموا البيانات راحين نلقاو البيانات تاع المتبقي كلها عندها نفس الشكل، ها هو تي، تقدر تكون ان تي، تقدر تكون كتله، تقدر تكون كميه ماده، ويقدر يكون نشاط هكذا. والبيانات جينا هكذا متناقصه تنطلق من ان زيرو. فاذا كان البيان هذا تاع ان زيرو فهي ان زيرو، ولا ام زيرو، ولا ان زيرو، ولا ا زيرو، كل البيانات كيف كيف. تي ان دومي نقسمو على اثنين ونديرو اسقاط، بينما الطو نحسبو صفر سبعة وثلاثين في ان زيرو ونسقطو، نلقاو الطو وهو يمثل هندسيا فاصلة نقطة التقاطع بالشكل هذا. عندي ان تي ان دومي تساوي ان زيرو على اثنين، نسقط نلقى تي ان دومي. وعندي ان لي طو صفر فاصل سبعة وثلاثين ان زيرو، نسقط نلقى طو بالشكل هذا. واكرر كل ما ذكر بالنسبة للأنوية يكتب بالنسبة لكميات المادة والكتلة والنشاط. ثم إذا كان البيان تاعي بالكتلة هذه النقطة حتكون ان زيرو، إذا كان كمية المادة حتكون ان زيرو، إذا كان بالنشاط حتكون ا زيرو، ونغير هنا ونغير هنا. هذا المتبقي. المتفكك راح يكون هكذا، بي ان فتحة تي راح يكون بجهة هذه، هاو ان زيرو تاعنا. وبنفس الطريقة راح يكون عندي ان فتحة للتي ان دومي هو ان زيرو على اثنين، نسقط نلقى تي ان دومي. وان فتحة لطو هو صفر ثلاثة وستين ان زيرو، نسقط نلقى طو. فعندنا ان زيرو على اثنين نلقى تي ان دومي، ولا صفر فاصل ثلاثة وستين ان زيرو نلقى طو، ونقدر نلقاه عن طريق المماس هكذا. كي يعود البيان بالكتلة كيف كيف، وكي يعود البيان بكمية المادة كيف كيف. ان زيرو هذه قد تكون ام زيرو وقد تكون ان زيرو، لكنها لا تكون نشاط، لا تكون نشاط. هذا فيما يخص التناقص الإشعاعي. فهذه هي العلاقات اللي تحتاجوها في حل التمارين، وهذه هي البيانات كذلك. الآن نروحوا للجزء الثالث اللي هو الطاقة النووية. ثالثا الطاقة النووية. إذا فيما يخص الطاقة النووية عندنا E تساوي MC مربع، هي طاقة أينشتاين. أولادي الدرس راكم تجدوه في بقية الفيديوهات، هذا راه مجرد ملخص، مجرد ملخص. هذه تسمى علاقة التكافؤ، E تساوي MC مربع. هذا القانون هو اللي خدموا به الطاقات في الدروس تاعنا. عندنا نوعين من الطاقة، عندي الطاقة المحررة وعندي طاقة الربط. طاقة الربط، الطاقة المحررة تسمى E ليب، وطاقة الربط تسمى E ال. هذه من كلمة ليبر وهذه من كلمة ليازون. هذه
تهتم بوجود تفاعل. كنقولوا تفاعل تشمى عدة أنوية، معناها متفاعلات ونواتج، بينما هذه عندي نواة واحدة، نواة واحدة. فأوليب تحسب هكذا، أوليب هي القيمة المطلقة مجموع أم تاع المتفاعلات نقصوا لهم مجموع أم تاع النواتج، وعلى حسب الوحدة نضرب، إما في سي مربع أو أوليب مجموع أم متفاعلات ناقص مجموع أم نواتج في 931.5. إذا وكتان تنفق كل واحد منهم، هذه تعود الطاقة بالجول والكتلة بالكيلوغرام، نضربوا في سرعة الضوء، وهذه بالماس والكتلة بالإو نضربوا في 931.5. بصح بشرط ما نقدرش نلقى الطاقة محررة كون ما تكونش عندي، كون ما يكونش عندي تفاعل، لأنه هو مجموع كتل المتفاعلات ناقص النواتج بالقيمة المطلقة، لأنه تقدر تكون سالبة. وهذا دلتا أم تفاعل نسميوها النقص الكتلي للتفاعل، هو القيمة المطلقة مجموع أم متفاعلات ناقص مجموع أم نواتج. هكذا عندي طاقة الربط لكل نوية أو الطاقة المحررة لكل نوية هو أوليب على مجموع أ تاع المتفاعلات، اكتبوها الأولاد. فعندي أ هو أوليب على مجموع أ تعمل تاع المتفاعلات. وش ندير بهذه؟ هذه أولا اكتبوا هي الطاقة المحررة لكل نوية، الطاقة المحررة لكل نوية هي الطاقة المحررة على مجموع الأ، الأ هو العدد الكتلي. بعد ما تكونوا حسبتوا هذه ولا هذه تقسموهم على الأ تاع المتفاعلات. وش هو الفائدة تاعها؟ أنه كلما يحرر التفاعل طاقة أكبر تكون هذه أكبر. فهذه تميز لك بين تفاعلات وترتبهم لك على حسب اللي حرر الطاقة الأكبر. فلما يعطيك تفاعلين ويقول لك شكون يحرر طاقة أكبر تروح تحسب هذه. اللي تعطي لك الكبيرة هذيك هي اللي تحرر طاقة أكبر. بينما طاقة الربط، طاقة الربط ما هي؟ هي أو إل. أو إل ماذا تساوي؟ تساوي زد إم بي، هذه الأو إل هي تاع نواة إكس أ زد، فنقول أو إل إكس. زد إم بي زائد أ ناقص زد إم إل ناقص إم إكس. إذا بالشكل هذا عندي، فهي يا نضرب في الشيء مربع يا في الشيء 132.5. هذه كي تعود بالجول، وهذه بالكيلوغرام، وهذه بالماث، وهذه بالإو، هكذا. فكيما هي كيما هنا، لكن هنا واش عندي؟ تفاعل وتفاعل برك، وهنا واش عندي؟ نواة. هذو جماعة يعني احفظ القانون وطبق. ام بي والام ان والام اكس والسي و 931.5 كلها معطات، والزاد والأ تلقاوها في النواة، لأن هو يكتب لك نواة اكس أ زد، معناها أنت احسب برك. عندنا النقص الكتلي للنواة نسميوه دلتا ام تاع النواة اكس هو زد ام بي زائد أ ناقص زد ام ان ناقص ام اكس، هذا نسميوه النقص الكتلي للنواة. عندك طاقة الربط لكل نوية هي أو إل على أ، فلاحظوا معايا هنا نقولوا مجموع أ لأن المتفاعلات أكثر من نواة، بينما هنا تخص نواة واحدة فهي أو إل على العدد الكتلي تاعها. ابني أو ابنتي لاحظوا معايا فين نوظفوا هذه؟ نوظفوها في المقارنة بين استقرار الأنوية. لما يقول لك شكون هي النواة الأكثر استقرارا راح تقول له هي اللي عندها أو إل على أ أكبر. وهكذا أكون قد انتهيت من هذا الملخص. تبقى التعاريف
تفاعل انشطار، تفاعل اندماج الى غير ذلك، تجدونها في بقيه الفيديوهات مشروحه بشكل جيد. كذلك ساحاول وضع ملخص، تجدون الرابط في صندوق الوصف. ابنائي بناتي، من اجل تدعيمي لابد من الضغط على زر الجرس، وكذلك الضغط على لايك ومشاركه الفيديوهات مع زملائكم. اتمنى انكم تضغطوا الجيم، حاولوا انكم ترفعوا الجيم حتى يظهر الفيديو للبقيه، فانا اقوم بوضع الفيديوهات لكن في النهايه اجد 3 4 5 6 جيم فقط. من فضلكم، هذا ليس امر وانما فضلا وليس امرا، ما حين تخسروا ولا شيء قوموا برفع هذه القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.